والله طبيعي صدق الوعد الوزارة، الامتحان طبيعي بس انه عدده طويل، عدد صفحات طويل والدارس بيجاوب. الوقت مش متكفي كافي والامتحان من متوسط لصعب صراحة. الوقت كان شكل ضغط علي مع انه الامتحان كان سهل بس بده انتباه للتفاصيل، ف بالاخير بنحله يعني الا ما يكون في اسئله دقيقه. لا سهل الحمد لله. سهل ان شاء الله. الحمد لله كويس. وسط وسط. في صعوبه يعني؟ شو ما في صعوبه، الوقت شوي اسئله يعني بتراعي الفراغات. الحمد لله يعني هو طويل بس انه عادي بنحل مقدر عليه الحمد لله. والله الامتحان حلو هو بس شوي طويل نوعا ما، بس اسئله عاديه من الكتاب كلها. الدارس صح بجاوب يعني كويس، مستوى متوسط صراحه بس الدارس يعني كويس عليه يعني. الحمد لله الوقت على القب بالضبط يعني ما فيش وقت تراجع. كان سهل جدا جدا يعني في شويه اسئله سؤالين يعني بدهم شويه تفكير بس الامتحان سهل ومستوى جيد يعني. منيح مستوى منيح يعني متوسط. يعني اصعب من الدين بشوي. اصعب من الدين يعني كان بين الطويل وبين يعني العادي. الوقت كان كافي تقريبا، هو يعني بس العروض اللي كان بده شويه وقت، اما الامتحان كمجمل ما كانش طويل عادي. والتعبير هسه التعبير كان مش يعني ما فيش افكار تكتب عليه يعني، الفكره يعني محدده كثير كانت الفكره بس. لا الامتحان لطيف جدا والتعبير بس كان بده وقت. في بعض النقاط يعني ما كانتش كثير بدها وقت، مثلا العروض تقسيماته وتقطيعاته كان بدها وقت يعني، بس هاي النقطه اللي كان عندنا.